في لحظات بتتمنى إنها ما تنتهيش، بتتمنى إن الوقت يقف من كتر ما هي دافية. كل اللي بتحبهم جنبك، لكن مش دايماً كل اللي بنتمناه بيحصل، وممكن في لحظة تلاقي نفسك لوحدك، وحدة مؤلمة وقاسية، وبتفضل تفكر إنك نفسك الزمان يرجع بيك. خايفة من بكرة، خايفة في يوم من الأيام يعني ما تلاقينش جنبيها، يعني إيه اللي هيحصل؟ والله على قد تعبنا مع الولاد الحمد لله وإحنا مطمنين عليهم، بس بعد عمر طويل بيحصل بقى، بتواجه كتير منهم مشكلة إن نطمن عليهم، إن حد يرعاهم زي ما إحنا كنا بنرعاهم. خلق الكون مقدره ومسيطر عليه سيطرة فوق تصورنا كلنا، مهيمن على ملكه، وكل خطوة فيه، كل نفس محسوب ومقدر، والدنيا ماشية بقالها آلاف السنين بكل حاجة، لا ده خلص ولا ده راح، لا ده خلص ولا ده راح، هو موجود. ده مش معناه إن الدولة ملهاش دور. مصر ما بتسيبش ولادها أبداً. هنشيل معاك الحمل ونشاركك الحلم، هنحسسك بالونس والعزوة بدفى اللمة، هنعلمك، هنبني معاك مستقبلك، هناخد بالنا من صحتك. عاوز أقول له أنا بشكرك جداً عشان أنت بتعمل لنا حاجات نفعيلة، وهو خلى الناس تقدرنا وتحترمنا أكتر، وبقت معاملتها معانا زي القمر. أنا بحبه جداً. البلد كلها وأولهم الرئيس بيطمنوك إنك عمرك ما هتبقى لوحدك.